نعم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأفاضل، مشاهدي ومتابعي قناة الأيام الفضائية أينما كنتم، العمل بالزراعة في محافظة نينوى وباقي مدن البلاد بات عبئا لا فائدة منه، بل هو خسارة مادية وصحية، فالفلاح يقضي طوال الموسم الزراعي بحرث الأرض وزراعته، ويدفع تكاليف ذلك بمبالغ كبيرة من حسابه الشخصي، ويأتي موسم الحصاد والجني ويتكرر ذات السيناريو من دون أي دعم حكومي لهم. وفي الآونة الأخيرة لجأ الفلاحون هنا تحديدا في سهل نينوى لزراعة مادة الذرة لأسباب كثيرة، فكونوا معنا في تغطيتنا لهذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية موسم الزراعي 2022-23 في محافظة نينوى، نتأمل بالخير إن شاء الله. موسم زراعي خير وبركة إن شاء الله، ولكن طالبنا الدولة شوية يدعم المزارع ولو شيء ضعيف، خلي الدولة يدعمنا، يعني الغاز والكيمياوي والبذور، البذور خلي بوقته توزع الدولة، مو يجينا بالشهر الثاني ثالث يوزع البذور، شو أسوي يعني الكيمياوي المركب خلي توزعه الدولة بوقته، خلي يدعمنا الدولة شوية كيمياوي غاز وبذور، ما دعم نهائيا ماكو. احنا هسه بدينا نزرع الحنطه والشعير، انا العام زرعت ما جاء، اول عام زرعت ما جاء، يعني ملايين عنزت انا بالالف دونم تقريبا ازرع، اذا العام زرعت ما جاء، هسه يعني احنا نحو يعني زراعه يعني يفشل بالمحافظه، اذا الدوله شويه خلي يدعمنا شيء، خلي الدوله يدعمنا شيء، يعني روتين ما. وعندنا معاناه، يعني معاناه كلش معاناه كثيره عندنا، سيطرات هذا عندنا سيطرة مال جيش، والله واحد ما يقدر قوني تنحنطة ياخذ يروح على إزراء، يا مشايلك تراكتر محمد تروح تطش ورا ومسده يقول لا روح جيب لي كتاب من عمليات، كتاب عمليات روح لسنة أنت ما تكمل كتاب عمليات، تيجي ما يعترف بالكتاب مال عمليات، يعني سيطرات ودولة دعم ماكو، يعني بصراحة المعاناة ما ينوصف مال المزارعين، يعني الدولة لا دعمك وكل ضد المزارع، كل ضد المزارع، والعام ما جاء وهالسنة ما جاء، دولة نريد نطالب من الدولة شوية دعمنا، احنا المزارعين خسرانين والله خسرانين، يعني خسارة فاذحة والله، العام أنا خسرت بال 60 مليون 70 مليون، أول العام بال 100 مليون، هالسنة على أساس شوية قللته، والله كريم نتأمل إن شاء الله سنة خير، ونريد شوية من الدولة تدعمنا، شوية سيطرات يراعون شعورنا المزارع، يعني مزارع يجي أنا أروح أزرع أخو ما أروح أشتغل قشق، مبين منطقة عندنا ناحية بعشيقة مزارعين ماله معدودين، ناحية برطلة مزارعين ماله معدودين، حمدانية مزارعين مدعومين، أنا أستلم غاز ولا كيميائي ولا هذا أروح على عقار أطش وأرجع على بيتي، يعني وين أروح؟ أنا مو شغلي يعني أشتغل قشق وأشتغل لا، وتعرف الدولة تعرف زين، بس ولكن هذا عرقلات روتينات والله كريم، وشكرا على قناتكم. بالنسبه للغاز وايل شلون وياه؟ والله غاز وايل صفر ابد، العام وزعوا وقت الحراثه وزعوه سعر 410 من الدوله، انطونا نص الكميه، انطونا الغاز وبعدين ما انطونا لحد الان، وغاز هسه سوينا كتب للتراكترات، قال سوي كتب يا ابي يوم يطلعون اجيب كتاب مختار، جيب كتاب ناحيه، يوم يوقفون السنويه ساقطي انا ايش اللي حق، انا اروح على دائره مروح السنه كامله يلا بدل السنويه اجدد السنويه، ويعني الدوله بصراحه ضد المزارع، يعني ما اعرف ايش اقول لك، يعني بكل النواحي تجي مسدود عليك. والماي ماي والله
اللي احنا عندنا على الري، الري هم من يراد له غاز استاذ، يراد له كهرباء، اذا كهرباء ما عندك غاز ما عندك شيء، ايش قد يكلف عليك استاذ؟ ايش قد يكلف عليك الراحه؟ انت حنطه تجيب طن مال حنطه تزرعه ب 700-750 يجيك الكهرباء يجيك الغاز وايل علي، ايش قد؟ تروح الدوله تسلمه ب 800 خلي ياخذون ورقتين ثلاثه، هذا الرشاوي وهاي سوالف كله ياخذون بالسايلو، ايش قد راح يضلك؟ ومن هنا ابو السياره هم يريد له عطاله يوميه 50,000، والتريلي يريد له مليون دينار، ايش راح يضل المزارع؟ ايش راح يضل المزارع؟ فلوس بالسالي. وقالوا لنا هسه انا واحد من الناس كان زارع سقي حنطه سقي، قالوا لنا يا باسبوع زمان راح تستلم زود، والله راح شهرين استاذ، هذا شهرين اسبوع زمان صار شهرين، اولت العام سنه، العام سنه يلا يا دوب ينطي الدوله، وانت لازم تروح تدين، وهذا صناعه مريود من عندك، غاز مريود من عندك، حنطه مريود من عندك، خماده، هذا كله تجيبه بالدين انت، على ما تحصد وهذا تروح تدفع الفلوس، اذا الدوله ما تنطي فلوسك انت ايش تسوي؟ حاليا اكو بعض المزارعين يتركون الاراضي ويحولوه الى يعني مجمعات سكنيه. والله حقهم يستفاد احسن، يقطع يبيع سكني يسوي يحوله سكني احسن يستفاد من الزراعه، لان ماكو لا دعم، فشلت الزراعه تقريبا، اذا الدعم ماكو من الدوله اي دعم ماكو، حتى ابسط شيء خلي الدوله كل شيء ما يريد من عنده، بس خلي يوفر لنا البذر والغاز كل شيء ما يريد من عنده بس، ويخلينا وخلينا الدوله نروح نجي نزرع، عندنا سيطرات يعني الروتين ماله فرد مره استاذ ما ينراد الروتين مال السيطرات ما ينراد، خصوصا من ناحيه المزارعين. المستورد من يجي؟ والله الحنطه المستورد، والله الحنطه المستورد يجي عدل يروح بالسوق المحليه ينباع ارخص من عندنا، واحنا ايش راح نسوي استاذ؟ طبعا ابو الربات ابو القصاب يروح يشتري المستورد يقول ارخص، يعني مكلف علي 700-800 مكلف علي ازيد من استاذ، انا اروح ابيعه ب 500 هم خساره، كله خساره. نعم، هو طبعا النينوى سلاد القضاء العراق اعتيادي، بس عندنا معاناه كثيره، ما عندنا يعني هسه الحكومه ما تدعمنا كل شيء، لا هسه حاليا الموسم راح تبدا ان شاء الله بشهر 12، هسه حاليا فله لا عنده حنطه لا عنده شعير لا عنده كل شيء ماكو. نعم حاليا ما عندنا كل شيء، حاليا سماد كل شيء ماكو، لا وقود كل شيء ماكو، يعني نعم اي دعم ماكو، اي دعم ماكو حاليا. معاناتكم فيما يتعلق واحنا مقبلين على موسم الحرث؟ نعم كل المعاناة استاذ، يعني عندنا كل شيء ماكو، يعني ابسط شيء وقود ماكو، ما عندنا هسه ازمه الوقود، هذا غاز وايل. نعم كل شيء ما عندنا، يعني حتى قلنا لكم هسه يعني حنطه ماكو، شعير ماكو، كل شيء ما عندنا. وزاره الزراعه ما خصصت لكم اي شيء؟ ما لا، سوينا خطه زراعيه وحد لا ماكو شيء. المبيدات والمرشات حاليا الحديثه هل عندكم حصه بها ام لا؟ لا ما عندنا حصص، ماكو شيء، ما عندنا حصه. نعم دائما وزاره الزراعه والحكومه يقول دعم الفلاحين، وين دعم الفلاحين؟ دعم ماكو هسه، احنا بالنسبه موجود هسه عندنا شعب الزراعه، راح نسال شعب الزراعه، دعم ما عندنا، اي دعم ماكو، بس موجود راح نعطيكم ما ادري شلون، وماكو اي شيء ما عندنا. نعم يعني انتم بموسم حاليا الحرث؟ نعم. اي خطه زراعيه لحد الان ما موجود عندنا استاذ؟ احنا مسجلين خطه زراعيه. نعم. بس اي شيء ما اكون حاليا، ما مطينا اي شيء، خطه مسجلين خطه بالنسبه للخطه الزراعيه. اسعار البذور؟ البذور عندنا الحنطه، يعني الحنطه نشتريها بالمليون هسه موجوده بالسوق، وشعر 850-750-850 هذا اسعاره. والكيماوي بالنسبه للكيماوي الاردني، الداب الاردني مليونين و100، التونسي 1,900,000 موجود بالسوق، هذا كله تجاري. تجاري نعم. عندك اليوريا 1,100,000-1,200,000. الاسعار البذور والسماد؟ السماد كله عليكم. نعم اذا ما ينطون الدوله راح نشتري، وبيش نشتري؟ سنتين ماكو جفاف، شلون نشتري؟ فلاح دمر كل شيء ماكو. وبالحصاد ايضا
تأتيكم مستورد ينزل السعر؟ إذا جانا المستورد راح ينزل السعر طبعا. إحنا نريد إذا أكو الله سهل علينا وجانا مطار وصار عندنا خير من الله ما راح يعني ما أريد مستورد يجينا. إحنا الموصل نغذي العراق كلها، مو بس موصل، كل العراق كلها بحنطه وشعير. أسد نعم. الأراضي اللي تزرعوه دائما يكون الموسم واحد أم موسمين مثلا؟ والله أستاذ هو موسم واحد بس، صار عندنا هسه قسم الأراضي صارت عندنا بيارة سوينا موسمين، يعني موسم الصيفي خلينا نقول موسم شتوي، الشتوي حنطه وشعير والصيفي ذرة صفراء. ليش اتجهت للذرة الصفراء؟ والله قمنا أستاذ يعني تعرف الفلاح إذا ماكو مثلا جفاف صار عنده وعنده بيارة استغلون البير ونستفاد إن شاء الله منه. يعني أكو قسم زارع ذرة صفراء هسه إحنا زارعين، سوينا خطة زراعية هم بالذرة الصفراء وإذا نشوف شلون يصير إن شاء الله. نريد نسلم الدولة، إذا نشوف الدولة استلم منه راح لو ما يستلم. شحة المياه نعم، المياه الأمطار هل أثر عليكم أنتم؟ اعتياد شلون؟ أثر علينا تأثير يعني شو تقول عن تأثير خسائر فائدة صار عندنا، يعني العام أنا كل شيء ما استفادت ولا الفلاح أي فلاح. حتى قمنا بعنا الغنم دونا يمكن ب 9000 دينار بعنا الزرع زرع كله. نعم. بسبب عدم سقوط الأمطار. نعم نعم. حاليا بالموسم الصيفي تعتمدون على ماء البيارة؟ على ماء البيارة نعم، البير الجوفي. ايش قد هم مكلف لو اكو دعم الحكومي لكم اللي هم تعتمدون عليه؟ دعم مكلف. مكلف. ايش قد كلفكم يعني؟ بالدونم، الدونم اذا نشتري مرشة ثابتة، بالدونم المرشة 600000 البواري. بالدونم، الدونم الواحد. إذا 20-30 دونم. يعني عندك بالدونم أحسب لك أستاذ، إذا بالدونم أشتري لك قول 500، إذا عندك 10 دوانم 5 ملايين. بس مرشات هذا. عندك البير، عندك الحوض، عندك الخنزير تشتري، عندك بعد الغطاس. نعم. بالنسبة هذه الأسعار المرشات والبير وعمال ويكفيكم؟ والله استاذ احنا السناني اول سنه بصراحه اقول لك ازرع، بس اول سنه زرعت هسه وهسه مشيك عندي سجل ومكامل كاتب وهذا مسجل هذا مسجل ومشتري وشراء نشوف شلون يصير. بس العام جماعه قالوا يعني استفادنا استفاده قليله، مو استفاده يعني، لان دعم ما كله ينطونا دعم، ينطونا مرشات لا نستفاد اعتيادي. يعني من المستحقات من ايضا يتاخرون بصرف المستحقات لكم؟ نعم اثناء التسوق. نعم اثناء التسوق اكو تاخير. السنة الفات لا، السنة لأن كانت الحنطة قليلة تعرف، بعد الدولة انطت من وقت، بس قبله لا. ما خلال سنة أكثر على ما أتذكر. خلال سنة تقريبا، خلينا نقول بال 2020 خلال سنة. نعم. والمعاناة مستمرة. نعم أنا طبعا مستمر الفلة. فيما يتعلق بالمناطق المشهورة بزراعة في مدينة الموصل، أبرز المناطق يعني المشهور بزراعة سواء كان القمح أو الشعير. بالنسبة للقمح والشعير كنت تعرف انت عندنا نواحي، ناحية عندنا بحشيقة، ناحية برطلة، ناحية قراقو يعني الحمدانية. نعم سيناوى عامة وبالموصل، هو موصل موصل وسيناوى كلها غرب موصل. نعم غرب موصل ايضا اذا يجي الامطار احنا بعد فول هذا، اذا يجي الامطار هذا كلها طبعا الموصل يغطي العراق، سلة الغذاء العراق هو الموصل. نعم. هناك إهمال من الجانب الحكومي للموصل؟ طبعا أستاذ يعني أكو 100% هذا طبعا. لجوء الفلاحين في الآونة الأخيرة لزراعة الذرة الصفراء، نعم. ما السبب؟ الذرة الصفراء؟ لا نعم أستاذ إذا أنت فلاح وشغلك فلاحة وطبعا إذا ما عندك شيء ما يجي لك الشتوي راح توجه على ذرة وشيء حتى تستفاد حتى تاكل لك خبزة اعتيادي هذا. هاي السبب من نعم سبب طبعا انت سبب استاذ اذا انت قلت الامطار وماكو لازم توجه على غير شيء فلاح شيء شغله فلاحه.
واقع الحال الفلاحين هذا سنتين تدري انت جفاف وخسائر فاضحه ودوله دعم ماكو، لا غاز ولا حبوب ولا كيمياوي وبس وعود كاذبه، وراح ننطي فلانشي وفلانشي وكل شيء ماكو. راجع الدائر راجع الزراعه يقول ما جانا كل شيء. وانتم حاليا موسم الحراثه حاليا راح يبدي موسم الحراثه، لا غاز دوله ينطينا بس وعود كاذبه، راح ننطي فلانشي وفلانشي واي شيء ما عينطون. الفلاح على ماذا يعتمد؟ هسه حاليا يعتمد على نفسه، لا على دولة ولا شيء، عندك اعتماد على نفسك، عندك سيولة تقدر تشتغل، ما عندك سيولة متت. حاليا التجاتوا إلى ذرة صفراء، شنو السبب؟ سبب الجفاف، هذا سنتين جفاف وانجبرنا أبيارة سوينا وقمنا زرعنا الذرة الصفراء أفلسنا. نعم. سنتين جفاف. الأجهزة والمبيدات والمرشات وكذلك البيار اللي تحفروه كله عليكم؟ كله علينا، شغلة شخصية، كله مطلوبين بالدفاتر على بيارة وعلى الشغلات. دولة ماكو دعم، مجبور تروح تدين فلوس تجي تسوي لك لقمة معيشة. ومن تسوق المحصول أيضا ماكو فرد سنة؟ تسوق المحصول ما معلوم سنة، سنتين ينطوك فلوس ما معلوم هذا. اليوم روح ينطوك نصه، أنا 2018 سلمت للعشرين ما انطوني فلوس، مرة انطوني نص، مرة ربع، مرة ربع، الفلوس كله برشقه. تروح يقول لك ماكو فلوس. وخاصة مدير زراعة نينوى قبل فترة خرج قال بأنه سوف نزود الفلاحين بأكثر من 2000 مرشد. هل تم تزويدكم بالمرشات؟ بس دعاية ونشر وإذاعة ويطلع بالتلفزيون 200 مرشة 300 مرشة. أين المرشات؟ وين المرشات؟ أين الآليات اللي يجي؟ كله يبيعوا يخلوا بجيوبهم، ماكو أي دعم، كله يجذبون بس بالنشر والدعاية وماكو أي شيء. بالنسبة للغاز أويل يعني هاي المعضلة الأساسية للفلاحين وخاصة اللي أنتم حاليا اللي زرعتوا الذرة، شلون يعني تحصلون على غاز واين؟ نشتري السوق سوداء، ماكو أي دعم دولي. أنا حتى العام سويت خطة زراعية عندي بقيارة وعندي أنا أبو القيارة 3000 دونم طشيت لحد الآن ما أعطاني لتر غاز. كتابك غلط، كتابك ما أدري شنو، ضيعوه السنة علي وما أعطوني أي غاز وايل. بيش لتر بألف دينار نشتري؟ يعني برميل بيش جد؟ 220,000. تحت أنا بالموسم أقل شيء 5000-6000 لتر أحتاج. هذا بالنسبة للغاز وايل، أما بالنسبة للبذور يعني ارتفاع أسعار البذور ارتفاع تشتري السوق سوداء مال الدولة ينطيك، هذا بس كذب بس دعاية. حتى لو جيت قاسموا بيناتهم المسؤولين والكذا، مال القضية تنطيك الحبوب ما ينطيك. يعني ما أنا حسب ما يعني موجود بالخطة الزراعية، الخطة الزراعية العام وين اليوريا؟ وين المركب؟ أنا 7000 دونم طاش ما منطيني كيس واحد دولة. بالنسبة للخطة الزراعية كل دونم كان 50 كيلو، حاليا جد ينطون؟ ما العام ما انطونا كيلو واحد ولا انطونا، ما انطوا أي شيء. اعتماد عليكم. تشتري السوق سوداء، طن اليوريا بمليون و200 مليون و100، والداب مليونين مليونين وربع. أجور العمال والفلاح شغلة شخصية، من جيبك تطلع تنطي، تروح تدين تنطي. وين الاهتمام بالزراعة واهتمام بالمنتوج المحلي؟ ماكو أي اهتمام، بس دعايات وبس نشر كاذبة، ماكو أي دعم، أي شيء ماكو. يعني أنت تزرع بكل المناطق بالموصل سواء كان وكا حتى شمال العراق؟ نعم، بالشمال، بالجنوب، كل مكان أزرع. ونفس الحالة بكل المحافظات؟ والله بعشيقة شوية زين، انطونا غاز ما غاز، زراعة بعشيقة زين انطانا، بس مال القيارة لا، لتر واحد ما انطانا، لا غاز لا أبد، بس زراعة بعشيقة استلمت غاز. الشمال ما استلمت. والأراضي الزراعية أنتم يعني تزرعون لموسم واحد لو موسمين كما حاليا في الفترة الأخيرة لجأ إليه بعض الفلاحين من أجل الاستفادة من مثلا الأرض تعويض الخسارة. قبل موسم واحد حنطوا شعير نزرعه نحيله على الموسم الثاني هم نزرعه، بس هالسنة من سنتين الجفاف انجبرنا نزرعه موسمين لأن مساحات كبيرة ما نقدر نزرع، قمنا سوينا مرشات مساحات صغيرة انجبرنا موسمين، مثلا ذرة وموسم لك حنطوا شعير. وحنطوا شعير يعني احنا انت يعني حتى لو تزرع وبتحصد وتاخذه على تسلمه للحكومة يعني متأخر الدفع الفلوس، هذا مشكلة. والله مشكلة كبيرة، بس لمن تحكي لمن تقول، هاي شهر شهرين ثلاثة ما معلوم.
بالنسبه للذره الصفراء حاليا انتم الفلاحين التجأتوا الى زراعتهم، وين راح تاخذوها؟ والله احنا محايرين لحد الان، دوله لا تطلع التسعيره لا الاستلام، ما نعرف وين خطه زراعيه سوينا لحد الان، دوله ما اي شيء ما نطق به. شنو فائده الذره الصفراء يعني؟ والله بالنسبه لي اول سنه ازرع ذره الصفراء من الوزه، ايش فائدته؟ ماكو اي فائده، بدنا نسلموا علاف شو شلون يريدوا دوله، دوله ما اخذوهم بيعوا الغنامه. والله بدا موسم الزراعه، يبدا الحنطه والشعير بدايه شهر 11 نزرع الحنطش. ايه والكيماوي غالي، طن مليون 700 مليون 800، والغاز هم غالي، والسيطرات هم تعقنا يعني. بالتسويق يعني على السايلو لما نجيب السياره تتبهدل، سيطرات ما يخلون سيارة يجون عندنا، ويعني نتبهدل بالسايلو. ونحن عندنا ورا الساتر، وجاي الساتر يعني زروع. يعني ما المشكلة مال ساتر؟ إيه مال ساتر، مال ساتر وجاي ساتر هم يعني ما يخلوا، هسه هاي السيطرة مال الجيش. نعم. بال 2020 حصدنا يم السيطرة، أقول لا بغي تروح السيارة من، يقول ممنوع تروح من هنا. ياباني رايح على سايلو باز، يقول أبد ممنوع. من هنا هيك تروحون على الشمال، من هنا هيك تروح على الموصل، يقول لي. وما خلنا نعبر السيارة وما عبرنا. إيه والله. والله أنا من زمان فلاحاني، يعني أبا عن جد نحن فلاليح. إيه. دائما تزرعون حنطة وشعير. نزرع حنطة وشعير وما شاء الله، وقت اللي يجي مطر يعني موسم يجي زين يعني. بس هي سنتين يعني فرد مرة ما زينة. العام وهالسنة، هالسنة راحت يعني 2021 وهسه 2022. قبل كان اكو دعم للمزارعين، هسه حاليا اكو. قبل كان اكو دعم، يجيبون الطن من الأردن يجيبوا بنص مليون على الدولة كان. وينطي للفلاح ب 70,000، اني مستلم 70,000 بالتسعينات. الطن الكيماوي داب الاردني، هسه كل شيء ماكو. الغاز نفس الشيء، الغاز يعني لما ينطونا الغاز هسه وقت الطشاش، بعد شهر 11 بعد شهر اقل من شهر تقريبا الطشاش. الغاز انت ما تاخذه اي لشهر الثاني ثالث. ايش؟ يعني منطوك متاخرين. اي 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 وبالحصاد نفس الشيء، بالحصاد هم يجي الحصاد 15/5 20/5 يطلع حصاد الشعير والحنطه واحد. ايه ف يعني ما 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 ينطونا غاز اي لما يخلص الحصاد. هالسنه مال الحاصدات انا عندي مال حاصده مال الدراسات 3000 لتر بالشهر، شهر الثامن ما انطونا، ما انطونا الغاز، اكلوه علينا. والله اخذوا ما اعرف، ما انطونا، المهم ما انطونا، ما بقى ما اعرف، اكلوه ودوه ما، اما ماكو غاز ما نعرف صراحه، ما نعرف يعني. ايه ما انطونا شهر الثامن، ما انطونا. هو المفروض حصه مال حاصده ينطيه شهر الخامس، الدراسه تاخذ قاس بشهر الخامس، الخامس السادس السابع هذا الحصاد، ما بشهر الثامن يعطيني قاس، حليش يعطيني بشهر الثامن هني؟ ماكو حصاد بشهر الثامن. لا نزرع، مجبور نحن نزرع، والله نحن نزرع، ما ما يعني ما يصير ما نزرع، نحن شغلنا ورزقنا على الزرع. اي والله على الفلاحه. والله انا عندي ما عندي ملقاني ما عندي، بس انا اعمل مع الناس يعني قيعان اخذهم تقريبا بال 1500 دونم 2000 دونم عندي تقريبا يعني مال الناس كلها، مثل قاع لا ينطيني بالنص اسويها. وقديم القيعان بيدي من 40 سنه صار له بيدي، ازيد من 40، من 80 قيعان بيدي، واكو من ال 95 و96 اكو يعني قيعان بيدي ما يعني ما يعني يعني ما جمعت المنطقه. الموصل وين ابرز المناطق المشهوره بالزراعه يعني؟ بعشيقه وبعد وين؟ بعشيق وكل مكان مشهوره بزراعه الحنطه والشعير. ما عدا الجزيره بس، اذا جزيره بس شعير غادي يجي، جزيره حنطه ما زحمه تصير غادي، اذا يجي مطر يصير، بس اذا مطر قليل لا ما يصير. يعني موصل سله خبز العراق وحاليا موصل سله خبز العراق صحيح نعم تمام.
اذا الموصل ما تجي هي المساحه بالعراق المزروع هي يعني محافظين هو هي اكثر مساحه يعني المزروع يعني بهالزراعه. بسم الله الرحمن الرحيم. شعبة زراعة بعشيقة مشهورة في عدة محاصيل زراعية من ضمنها الحنطة والشعير، حيث تبلغ المساحة المزروعة في ناحية بعشيقة ما يقارب 80,000 دونم، خمسة منها تم تسجيلها مساحة كشعير و 75,000 حنطة مزروعة كمحصول استراتيجي في ناحية بعشيقة. هذه المحاصيل ضرورية بالنسبة للمحافظة وبالنسبة للعراق باعتبارهم أحد المحاصيل التي يتم تجهيزها إلى الوكلاء عن طريق الوكلاء المواد الغذائية، فيجب الاهتمام بهذا المحصول وتوسعة المحصول في كافة أنحاء العراق. ولكن هناك بعض المعرقلات التي تجتاح هذا القطاع من ناحية تجهيز البذور ومن ناحية السماد، ارتفاع أسعار السماد في العراق. يجب علينا احنا كمسؤولين وفي محافظة نينوى وفي وزارة الزراعة علينا تجنب هذه المشاكل وإعطاء فرصة للفلاح لزيادة مساحة الأراضي الزراعية في أي منطقة، في سواء في النواحي وفي القرى وفي جميع محافظات العراق. بالنسبة ل الأسعار اللي نلاحظها في العراق عامة، ارتفاع جدا كبير في أسعار الحنطة كبذور قد يتجاوز سعرها بين 750 إلى المليون حسب النوعية وحسب الصنف والمنشأ، بالإضافة لأن السماد الداب قد يتجاوز 1,700,000 وصولا إلى الأردني، يعني الصنف الأردني وصولا إلى 1,200,000، واليوريا قد تجاوز 750 إلى 800,000. هذا يشكل عبء كبير جدا على الفلاح، فيجب علينا تجهيز الفلاحين والمزارعين. وإحنا كمديري زراعة نينوى متمثلة بالدكتور ربيع سوران يقوم بمجهود كبير جدا من أجل تذليل هذه العقبات والمشاكل من أجل وصول هذه المستلزمات إلى الفلاح والمزارع. الموصل تعتبر سلة خبز العراق، ولذلك يجب الاهتمام بشكل كبير جدا من قبل أصحاب القرار في محافظة نينوى، حيث تبلغ المساحة الكلية تقريبا ما يقارب 6.5 ملايين، نصف مساحة العراق في بالنسبة لي كمساحات كلية صالحة للزراعة. فلو كان الموسم في السنوات السابقة 18 و19، لو كان الموسم جيد بالنسبة للأمطار لكنا قد وصلنا إلى مرحلة الأمن الغذائي، ولكن انحسار الأمطار في خلال هذه السنوات الثلاثة أدت إلى نوع من قلة الحصاد وقلة تجهيز الحنطة في محافظة نينوى وفي العراق عامة. يعني مشروع ري الجزيرة نفذ في غرب الموصل، لماذا لم تنفذ هنا؟
يعني ري الجزيرة هناك أصحاب القرار مفروض يجاوبون على هذا السؤال. لا يوجد لدي ما يعني إجابة على هذا الموضوع. المفروض نحن في ناحية بعشيق في أمس الحاجة، قد يغذي آلاف المساحات، وهذا سوف يعمل نقلة نوعية في زيادة المساحات الزراعية من المحاصيل الصيفية والشتوية، وكذلك بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية نأمل أنه يتم تطبيقه. ولكن قد يجوز سياسة المياه قد يكون لها دور في تنفيذ هذا المشروع. نتأمل خير إن شاء الله في تنفيذه في السنوات أو في الفترة القادمة. شحة المياه هل أثر على محصولي حنطة والشعير وكذلك بقية المحاصيل؟ طبعا شحة المياه أثر بشكل كبير جدا في محافظة موصل وفي العراق، حيث قلة منسوب المياه في الآبار. هناك بعض الآبار تم يعني جفاف كامل، خصوصا السورية، النوع السوري المحفور بين 70 إلى 100 قد لوحظ أنه جفاف في هذه الآبار. هذا سوف يعمل على انحصار المساحات الزراعية وقلة المساحات في جميع المحافظة. بالنسبة لزراعة المحصول الذرة، لماذا توجه المزارعين للمحصول هذا؟ محصول الذرة من المحاصيل الاستراتيجية أيضا تعتبر، لأنه يزرع بعروتين، الربيعية والخريفية، وله دور كبير من ناحية الاستفادة منه من نوع الفلاح، حيث يستخدم كعلف للأغنام والأبقار، بالإضافة إلى أنه يمكن استخراج الزيت المستخدم التي تستخدمه العوائل، بالإضافة إلى أن استخراج الطحين النشأ من عنده، فلذلك لديه عدة استعمالات، بالإضافة أنه لديه عروتين ممكن استخدامه أو زراعته في المحافظة. ولذلك اتجه خصوصا كثير من المزارعين الذين لديهم آبار توازية، لكون أنه الذرة لا تزرع إلا بوجود آبار توازية ومرشات ثابتة أو محورية، وهذا شيء قد يعني يزيد من المساحة في حالة وجود مصدر مياه يعمل على زيادة المساحة المزروعة بالنسبة للذرة. حالياً أعداد اللي انشمل بالخطة الزراعية في ناحية بعشيقة وكذلك بقية المناطق المساحات المزروعة تقريباً ما يقارب 400 فلاح تم شموله في الخطة الزراعية، بس احنا نتأمل انه يكون تنفيذ الخطة الزراعية من ناحية تجهيز البذور، من ناحية تجهيز السماد والمبيدات ومادة زيت الغاز الذي اصبح يشكل عبء كبير جدا على الفلاح من ناحية ارتفاع اسعاره. آلية الزراعة والموسم اللي تزرع فيه وكذلك المدة للحصاد ايش قد يعني؟ بالنسبة للزراعة هسه حال الذرة تبدأ زراعته تقريبا من 1/7 وتنتهي بالشهر 11، يعني ما يقارب 4 أشهر 120 يوم من بداية زراعته إلى نهاية الحصاد. وهسه حاليا نحن في موسم تقريبا خلال 10 إلى 15 يوم سوف نبدأ بعملية حصاد الذرة الصفراء. آلية حصاد طبلة نفس الحاصدة الموجودة بالنسبة للذرة للشعير والحنطة، يتم تغيير الطبلة الموجودة أمام الحاصدة ويتم عملية حصاد. هناك بعض المزارعين يتم استخدامه كسيلاج، يقوم بتقطيعه على شكل قطعة صغيرة هو والعرنوس الموجود، واستخدامه كسيلاج. السيلاج هو علف مخمر حاليا من العمليات من الأعلاف المخمرة التي تستخدم لاستخدام الأغنام والأبقار. هناك أيضا اتجاه بالنسبة لاستخدام السيلاج أو العلف المخمر لكثير من بسبب قلة الحنطة والشعير العلفي ونتيجة ارتفاع أسعار الكبيرة في الأسواق المحلية. يعني حاليا وقت الحصاد الفلاح أين يلتجئ بمحصوله؟ هناك طلب عليه كبير بالنسبة للذرة. هناك تجارة أو قد هناك أيضا مشروع تسليمه للدولة، الدولة أيضا تستقبله وفق أسعار جيدة بالنسبة للفلاح. إن شاء الله سوف يتم يعني تسويق المنافذ التسويقية للدولة واستخدامه من قبل الدولة، توزيع على أصحاب الحقول والدواجن والبياض. بالنسبة للدعم الحكومي، لماذا لا توجد دعم حكومي للفلاح سواء كانت فيما يتعلق بالحنطة والشعير وكذلك الذرة من أجل الاستفادة من هذه الأراضي لزيادة مساحات الخضراء؟
حاليا كلنا نعرف احنا الوضع السياسي الموجود في البلد، هناك نوع من الاختناق السياسي قد اثر بشكل سلبي على الفلاح من ناحيه العقود التي يتم ابرامها مع كثير من الشركات. هذه السياسه ادت الى عرقله في او عرقله تجهيز بعض الفلاحين في المحافظه. نتأمل أنه السياسة لا تدخل في دعم الفلاح، نتأمل أنه أيضا أنه يقوم أصحاب القرار بدعم الفلاحين بقروض ميسرة أو تجهيز الفلاحين بالساحبات والآليات الزراعية المرشات. يجب علينا أنه استخدام المرشات، وأنا من خلال منبركم الكريم وقناتكم الكريمة أناشد جميع الفلاحين باستخدام المرشات الثابتة أو المحورية لتقنين المياه الموجودة. هذا التقنين قد يوفر علينا كثير من نسبة المياه في المستقبل، وممكن استدامة زراعية في السنوات القادمة إن شاء الله. يعني زراعة الموسم الصيفي والشتوي أيضا الفلاح يستفاد، وكذلك يعني لو توفر الماء وتوفر الدعم لحصلنا على المحصول خلال سنة محصولين، القمح وكذلك الذرة وحتى بقية المحاصيل الزراعية اللي مشهور بمدينة الموصل. هاي كل متعلقات تتعلق بوجود مصدر المياه. إن وجد المياه وجدت الزراعة، فممكن أنه نقول أنه إذا كان موسم إن شاء الله نتأمل أنه موسم خير وممطر، سوف يكون أو تلاحظ هناك تغيير جذري في المساحات الزراعية في الناحية وعلى مستوى العراق أيضا، وسوف تعود الموصل سلة خبز العراق إن شاء الله.